بحضور وزيري الدولة للتضامن الاجتماعي وشؤون البيئة، أقامت مؤسسة نهوض وتنمية المرأة حفل ختام مشروع تمكين المرأة في العشوائيات، والذي استهدف تحسين حياة سيدات مصر في المناطق العشوائية. النهاردة بنحتفل بإنجازاتنا، بنكرم، لأن المشروع أساسه هو أنك بتمكني مرأة بمهارات، لكن بتخليها كمان تعرف تتكلم مع الحكوميين وتوصل لحاجة. فالنهاردة احنا بنكرم كل سندونة، بنكرم كل الناس اللي في الحكوميين اللي في الإدارات، سواء الإدارات المحلية أو تنظيم المجتمع أو الحاجات دي، وبنكرم القيادات الطبيعية اللي نجحت المشروع. أول ما تولدت رئيسة حي منشية ناصر لقيت هناك في مشاكل مزمنة. على سبيل المثال في مشكلة المية، عملية توصيل المية والمية الصالحة للحي هناك. الحمد لله ربنا ساعدنا، الحمد لله، والسيد وزير الإسكان كان ساعدنا برضو، والسيد المحافظ، إن احنا عملنا خط مية جديد بالنسبة لحي منشية ناصر. المناطق دي مناطق عشوائيات شوية، بنشتغل في العشوائيات، عشوائيات بيبقى فيها برضك مستوى التعليم منخفض شوية، فهم اللي بيبقوا كان وسيلة الاتصال بيننا وبين بين المواطنين بتوع السكان بتوع المنطقة وما بين الهيئة، واحنا كنا دايما اللي هم بيطلبوه احنا كنا بنحاول ننزل معاهم في الحملة، سواء بمعداتنا سواء بعملتنا، في وجود الجمعية وفي وجود المواطنين من السكان. عملوا حملات كويسة قوي عندنا في مصر القديمة، في عزبة الوالد. قعدوا يقولوا لنا في حاجات هتتغير في حياتكم، في اسلوبكم، حاجات كتير، المشاكل اللي عندكم هنحلها لكم. فبدأنا نحضر معاهم، بدأوا يكلمونا عن المشاكل وإيه اللي مضايقنا في المنطقة ومشاكل المنطقة إيه. بقينا نعرض عليهم بعض المشاكل اللي فيها، فقالوا نعمل الأول تدريبات الأول عشان نقدر نوصل للمسؤولين ونتكلم معاهم. بقوا يعملوا لنا ورش عمل وتدريبات فيها، بدأوا يعلمونا إزاي نتعامل مع المسؤول ونكلم المسؤول، وبعد كده بقى نقلنا نعمل لجنة أحياء ونجيب فيها المسؤول ونعرض عليه المشكلة. أنا عيالي عندهم 10 سنين، فدخلنا على سن المراهقة برضو، فأنا ما كنت بعيدة عنهم وما كنتش مصاحباهم. فمن خلال الجلسات اللي خدتها من خلال الجمعية عرفت إزاي إن أنا أكلمهم، إزاي إن أنا أخليهم يحبوني، إزاي أخليهم أبقى صديقة ليهم. المشروع ده كان قائم من قبل ما أوصل الوزارة، وكان في نهايته عندما وصلت الوزارة، لكن احنا عندنا مشروع مستقل للعشوائيات بلدنا نشتغل فيه، واعتقد ان انا طلبت بالدكتورة ايمان انها تنضم الينا في هذا المشروع ايضا عشان نتوسع في عدد العشوائيات اللي هنحاول ان احنا نطورها. هنساعد في توعية مع الجمعية للسكان عن الفصل من المنبع، هنتأكد ان في شركة ماضي عقد مع رئيس حي منشية ناصر وكل الاحياء اللي هي مهمشة وعشوائية علشان ياخدوا خدمة بالظبط زي الحي الراقي. مشروع تمكين المرأة في العشوائيات يحقق اهدافه في مساعدة سيدات مصر على الارتقاء بحياتهم، ويخطو خطوة جديدة في التنمية بمساعدة الجهات الحكومية. إيمان عبد الفتاح، لهذا الشباب.